وبشأن فشل شركاء العملية السياسية في تشكيل الحكومة في ظل خلافات تضرب الكتل النيابية، ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول الكاتب والصحفي العراقي السيد بهاء خليل. مرحبا بك معنا سيد بهاء. أهلا وسهلا بحضرتك والمتابعين الكرام. في إطار الصراع على تشكيل الحكومة، كما تلاحظ وتصريحات الصدر بالتحول للمعارضة، المالكي يتحدى الصدر ويقول إن الحكومة لن تشكل بالطريقة التي يريدها الصدر، كيف تقرؤون هذا التصريح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. التصريح المالكي يوم أمس هو رد على الخطاب شديد اللهجة الذي بثه مقتدى الصدر قبل يومين، واتهم صراحة الإطار التنسيقي بتعطيل تشكيل الحكومة، وبالتالي هي حرب تصريحات بين الاثنين وإبراز عضلات ومحاولة من الطرفين لإثبات القوة على الطرف الآخر. هذا باختصار، لأنه المشكلة أكبر من أنه ممكن أنه يطرحها أحد من خلال تصريح هنا أو تصريح هناك. هنالك خلافات عميقة تمتد جذورها إلى سنوات مضت. الخلافات تحولت إلى عداوة بين الصدر والمالكي، وبالتالي لا يمكن ببساطة من خلال بعض التصريحات أن يحاول شخص أو طرف ما فرض إرادته على الطرف الآخر. يجب أن يكون هنالك جلوس بين الاثنين، ويجب أن تحل هذه المشكلة قبل الوصول إلى ما لا يحمد عقباه بالمستقبل. نعم، على ذكر هذه النقطة المهمة سيد بهاء، ومع تصاعد التصريحات بين الإطار التنسيقي وتحالف الصدر، هل تعتقد أن هذا الصراع سيبقى فقط حرب تصريحات، أم أنه قد يتجاوز ذلك إلى ما هو أكبر، وخاصة أن هناك بعض التصريحات كانت في الأيام الماضية تلوح باستخدام السلاح؟ نعم، هو ممكن أن يتطور بسبب الاحتقان الجماهيري للطرفين. هنالك جماهير للتيار الصدري خرجت في هذا الأسبوع مؤيدة للسيد الصدر، وأيضا الإطاريين يتهيئون للخروج بأكثر من تظاهرة لدعم الإطار التنسيقي والإطار التنسيقي. هذه حرب التصريحات هذه لا يمكن لأي أي كان أن يتنبأ بما يمكن أن يحصل في الشارع، وبالتالي هي ذات خطورة كبيرة أنه يتم التصريح بالتلويح باستخدام السلاح، وبعض النواب المحسوبين أو بعض القياديين المحسوبين على التيار الصدري كتب كلمة جاهزون على موقعه على في التواصل الاجتماعي، وبالتالي هي رسالة بأننا لا يمكن أن نقف عند حد معين، وقد تتطور الأمور. هذه الأمور إن تطورت لا سمح الله ستذهب إلى الاقتتال الداخلي. الاقتتال الداخلي هو آخر ما يمكن أن يصل إليه هؤلاء، ولا أعتقد أنه قد يصل إلى هذه المرحلة، لأنه هنالك جهات دولية فاعلة سواء إيران أو أمريكا وضعت خطوط حمراء لهذه الجهات، مهما اختلفت فيما بينها فإنها لن تصل إلى مرحلة الاقتتال، وسيتم التدخل في الوقت المناسب لمنع الاصطدام الشعبي الداخلي. في ظل هذه الخلافات الكبيرة، هل لا يزال ممكنا التغيير ممكنا داخل العراق من خلال العملية السياسية؟ التجربة أثبتت فشل هذا المسعى، انه ان يتم التغيير من داخل العمليه السياسيه صعب، لانه العمليه السياسيه برمتها مبنيه على خطا وهو الدستور. قاعده العمليه السياسيه وقاعده البلد اللي هي الدستور اللي كتب في شهرين من خلال قوات الاحتلال، وفرضت عليه او فيه بعض النقاط الملغومه اللي ممكن ان تفسر باكثر من تفسير، لا يمكن بالتالي انه يبنى أي شيء فوق دستور بهذا المستوى، وبالتالي إصلاح العملية السياسية من الداخل يحتاج إلى معجزة، يحتاج إلى حزب يكون لديه قاعدة شعبية، يكون ولاؤه للعراق، يكون يحتوي على شخصيات وطنية حقيقية بإمكانها أن تقود البلد إلى بر الأمان، ومن ثم يدخل إلى انتخابات، وشرط الانتخابات يجب أن تكون نزيهة ليتمكن هذا الحزب من الفوز. المختصر بأنه من المستحيل التغيير من الداخل بوجود هكذا نظام وهكذا معوقات، سلاح منفلت، قوانين متغيرة بين فترة وأخرى، دستور ملغم. أعتقد أن التجربة أثبتت فشل محاولات التغيير من الداخل بسبب الأمور اللي ذكرت الحضر. في سياق هذا الموضوع، كيف تقرأ استقالة 5 نواب من حركة امتداد، والسؤال هنا عن موقف
من يصفون أنفسهم بالمستقلين في ظل تجاذب الكتل الكبرى لهؤلاء المستقلين؟ بالنسبة لما حصل لحركة امتداد هو متوقع من البداية. هذه الحركة هي بالضرورة ليست لا تشكل بالضرورة تمثل تشرين 100%، هي تمثل جمهور هذه الحركة المشارك في تشرين ولا تمثل تشرين نهائيا. لكن الخلافات اللي طفت على السطح هي نفس الخلافات، أنا أراها هي نفس الخلافات اللي منعت وجود قيادة حقيقية لثورة تشرين عام 2019، وهي بالدرجة الأولى النرجسية لدى الذين تصدروا المشهد كقادة لثورة تشرين. هذه النرجسية وحب الأنا والانفراد بالقرار هي اللي ما منعت تشكيل قيادة لتشرين، وهي نفسها الآن اللي أدت حسب بيان حركة امتداد إلى استقالة نواب الحركة الخمسة. هذه تبين لك بأنه لا توجد هنالك سياسة معينة ممكن أن يتم من خلالها أنه تكون هنالك حركة شعبية تشترك بانتخابات وتحوز على تأييد الجماهير وبإمكانها أن تدخل إلى الانتخابات وتحقق نتائج. هذا اللي حصل في امتداد أنا من البداية توقعته وتوقعت الانشطار اللي ممكن اللي راح يصير وصار للأسف. نعم، هل تعتقد أن من يسمون أنفسهم بالنواب المستقلين باتوا يعرضون أنفسهم سياسيا على الكتل الكبيرة مقابل إغراءات ومقابل مناصب أو ما إلى ذلك؟ أولا خليني أتفق ويا حضرتك أنه أنا شخصيا لا أعترف أنه أكو شخص مستقل داخل البرلمان. هذه من المسلمات، لا يوجد مستقل. أنا طلعت شخصيا على واقع الانتخابات وكيف كانت تجري في انتخابات 2010. أنا كنت في الشارع سألت بعض النواب أو بعض المرشحين للبرلمان أنه كيف أنتم تحاولون أو تمولون حملاتكم الانتخابية. كان جوابهم واضح أنه هذه الحملات الانتخابية تمولها الأحزاب الكبيرة، وبالتالي فأنا لما أصبح نائب يجب أن أذهب إلى أي قرارات تتخذها هذه الأحزاب اللي راح تمولني أثناء الحملة الانتخابية. وبالتالي موضوع إيجاد مستقل داخل العملية السياسية أعتقد هو لا يوجد طبيعي أنه أكو شخص مستقل. لكن موضوع المناصب، الكتل الكبيرة هي اللي من وضعت الأهمية لهؤلاء المستقلين وأعطتهم أهمية بحيث أنه الإطار التنسيقي أيضا ناشد المستقلين والتيار الصدري ناشد المستقلين ومبادرة المستقلين أيضا اللي كانت خالية من كل جديد لا تختلف عن مبادرة الإطار ولا تختلف عن مبادرة التيار، وبالتالي أصبحوا ذات أهمية. ومن الممكن أن يكون هنالك طمع في المكاسب، مكاسب سياسية أو مناصب أو حتى مطامع مادية. ليش دايماً؟ ما الذي يمنع العملية السياسية تدار بهذه الطريقة؟ نعم، أشكرك الكاتب والصحفي العراقي بهاء خليل من إسطنبول عبر سكايب، شكرا لك مرة أخرى. شكرا جزيلا.